أخيراً طرح فيلم الدساس في دور العرض السينمائي بعد تأجيله أكثر من مرة. فيلم الدساس نوعية جديدة على السينما المصرية، وهو من نوعية أفلام الرعب الكوميدية واللي اشتهرت بيها السينما الأمريكية، ومن الواضح أن الأفلام دي هتنتشر في الفترة اللي جاية لأن في أكتر من فيلم رعب بيتم تصويره حالياً. فيلم الدساس بيقوم ببطولته مجموعة من الفنانين الشباب واللي بيجسدوا أحفاد الهراوي واللي بيقرروا الذهاب للمنزل، والحقيقة المنزل ده مسكون بالأرواح، وعلى طريقة الفلاش باك طبعا بيسترجع المخرج ما حدث في الماضي من أعمال دموية. نتمنى طبعا أن التجربة تلقى نجاح كبير الفترة اللي جاية، وتعالوا نلتقي دلوقتي بمؤلف العمل وبعض من فريق فيلم الدساس. أهلا بيكم في بيت حسن الدساس. أقيم مؤخرا العرض الخاص للفيلم الجديد الدساس، وهو عبارة عن فيلم رعب كوميدي ذو إسقاط سياسي. الفيلم تجربة شبابية جديدة للمؤلف هشام يحيى والمخرج هاني حمدي ومجموعة من الوجوه الجديدة معظمهم خريجي ورشة المخرج خالد جلال. خلينا نحن نقول بنعمل تكرار لأفلام إسماعيل ياسين، لأن هو الأول من قدم كوميديا الرعب من عشرات السنين يعني، فاحنا بنحاول نعمل إحياء للموضوع دوت بشكل أكثر تطور في الإنتاج. دساس متصل جدا مع موضوع الفيلم، الاسم هو اللي نوع احد التعابين بتستخبى في الرمل وبتطلع تلتهم الفريسه بتاعتها. فيلم الدساس انا بلعب فيه شخصيه اسمها حماده الرايح، شاب مصري نمط اللي هو بياخد مخدرات كتير وحاجات كده. الفيلم بنت اسمها ياسمين، فنانه وبترسم وعاقله جدا، ما بتصدقش في العفاريت، ما بتصدقش في الرعب، فلما تعرض عليها ان هي تدخل البيت وكده ومع انها سمعت ان هو في رعب بس هي مش مصدقه، عشان كده دخلت وكانت هي اجرأ واحده فيهم واكتر واحده ما بتخافش فيهم. اللي وقع عليهم الاختيار هم الاربعه دول: حماده الرايح، شريف، ياسمين، جابر منصور. اتقتلوا بعدها بيومين ثلاثه. الفيلم نفسه تركيبة صعبة قوي، انت عايزة تضحكي وعايزة تخوفي الناس وعايزة تعملي سسبنس وبعدين تنقلي وبعدين عايزة تعملي كمان فكرة جديدة، وعايزة تبيني ان احنا عندنا فرايتي في السينما المصرية، ما عندناش نوع واحد من الافلام، فبنفكر كتير قوي، ذاكرنا كتير قوي. النهاردة عندنا فيلم فني بالدرجة الاولى، فيلم بيدور جوه قصر، مجموعة شباب بيتعرضوا لموقف وكوميدي، يعني عشان ما حدش يقول احنا بنعمل دراما، يعني لا احنا بنعمل لكم كوميديا، بس احنا بنعمل لكم كوميديا مختلفة. جد متقدم على مستوى حلو جدا، المخرج تعب في الزوايا اللي يقدر ياخدها عشان لما المتفرج يدخل يتفرج ما يحسش ان ده اللي هو افتكاسة وخلاص، انتوا بتهرجوا يا جماعة في مصر، ما فيش فكرة رعب بتتقدم هنا. وتعب قوي في الديكور، يعني الفيلم ده واخد ديكورات مش طبيعية. انا شايفه ان ده هيتوج السينما اكتر، وشايفه ان ده بوش حلو للشباب ان هم فيلم يبقى ليهم الشباب تنزل تتفرج عليه وتقطع تذكره سينما عشان تتفرج على فيلم زي ده. عامل مخبر اسمه عبد القادر مع فنان محمد ثروت، هو عباره بيمثل بس فئه اللي هم اغبياء جدا، هو موضوع شكل كاريكاتيري اكتر منه يعني في الفيلم يعني. فين البيت الملعون ده؟ بيت حسن دساس؟ ايه موضوع الصور الغريبة دي اللي في البيت كله؟ اكيد في باب تاني، تعالوا ندور عليه وورا. دول اخواتي واصحابي وبحبهم جدا، وعملنا مع بعض سيت كوم، والفيلم ده انا موجودة من مكان فكرة لسه، هشام يحيى وهاني حمدي ونشأت، فيا رب يكرمهم وانا لازم اكون جنبهم في يوم زي ده. واجه فيلم الدساس أزمة كبيرة مع الرقابة من شهر إبريل الماضي، ورفضوا الدكتور أحمد عواد رئيس الرقابة الأسبق بسبب احتواء الفيلم على إسقاطات سياسية تهاجم جماعة الإخوان وجماعة 6 إبريل
لكن مخرج العمل هاني حمدي كذب الكلام ده وأكد أنه سعى لتقديم نوعية جديدة للسينما المصرية، واستخدم المخرج خدع بصرية ومكياج ومؤثرات صوتية مختلفة لإقناع المشاهد بحالة الرعب اللي سيطرت على الفيلم من بداية الأحداث وحتى نهايتها. معظم الأحداث دارت داخل فيلا مسكونة. تعالوا مع بعض نلتقي بمخرج العمل هاني حمدي وليكلمنا أكتر عن تجربته الجديدة الدساس، ونلتقي كمان ببعض من فريق الفيلم ونشوف هيقولوا إيه عن تجربتهم الجديدة. ربنا كرمنا الحمد لله وخدنا موافقة الرقابة. قابلتنا صعوبات في التصوير، الصعوبات العاديه اللي بتقابل تظهر في اي عمل فني، يعني في صعوبه التصوير في الاماكن، يعني كان في اماكن بعيده جدا عن القاهره، تعبنا جدا في اللوكيشن بتاع طريق مصر اسكندريه الصحراوي، لكن كل التعب ده بيروح وبيتنسي لما بنخلص الفيلم يعني الحمد لله. يلا يا عم الله يسترك نشوف البافيه كلها تهيؤات من الحبوب والزفت اللي بيديها لي الواد الرايح ده. وحريت واخدها واضح يا اب ده انا وانا مقتول. مفيش حد منهم مات موتة ربنا؟ لا في احنا في الاساطير في الحواديت. النهار 6/4 ليه؟ فاضل ساعه والنهار يطلع والمنيل على عيني يطلع. مستعدين؟ هو الفيلم رعب كوميدي فيه اسقاط سياسي، لكن الاسقاط اللي موجود في الفيلم في ناس بتشوفه وناس ما بتشوفوش، في ناس بتفسره بشكل ناس بتفسره بشكل تاني، زي اللوحه الفنيه كده بتبقى مرسومه مبقاش ظاهر معالمها، لكن كل حد لما بيشوفها بيسقط اللي جواها عليها. فهو ده برضه موجود في الفيلم بتاعنا، فيلم الدساس، لكن هو اساسه فيلم رعب كوميدي. اهلا بيك في بيت حسن الدساس. البيت الملعون. انا عارف ايه اللي بيدور في دماغكم كلكم دلوقتي حالا. اللي وقع عليهم الاختيار هم الاربعه دول. حمادة الرايح، شريف، ياسمين، جابر منصور. اتقتلوا بعدها بيومين ثلاثه. لم يتم حذف اي حاجه من الجمله، لان كل الحاجات اللي اتقالت في عن اللي موجوده في الفيلم ما كانتش موجوده، يعني كل الحاجات اللي اتكتبت في التقارير ان الفيلم فيه جمله كذا وفيه جمله كذا مش موجوده في الفيلم اصلا، فشيلها ازاي؟ هي عامه وجود النجم في الفيلم بيسهل تسويقه، لكن احنا خدنا تجربه بالشباب على اساس نعتمد على الفكره الجديده، وعلى ان احنا في افلام كتير شباب اتقدمت ونجحت، فاحنا تقدمنا وخدنا الخطوه يعني بجراءه يعني، وان شاء الله ربنا يكرمنا.